انا هوريك الطريق الصح تعمل الرو. الرو ده من المذر صوصز، عندك طماطم صوص، عندك الستوكس الميت ستوكس الرو، وكمان رو بيستحمل البيس بتاعت البشاميل. يا عم هو البشاميل يا جدع. So الاهم حاجه الريشيو بالنسبه للزبده والدقيق، سو تقريبا نص على نص. بس الرو مش واحد رو بس، في وايت ابيض، في بني، وفي غامق جدا. لما تعمل بقى ثانكس جيفنج الغامق ده الزبده. نحط الزبده الاول. استنى استنى استنى. المستيكس المستيكس ايه يا حبيبي؟ بيحط الزبده الساقع، يضربوا مع بعض، بيمسك بعض، كيتس لامبي. ها احنا مش هنعمل الكلام ده، احنا هنخلي الزبده يسيح الاول وبعدين هنحط الدقيق. This is a classic rule, the mother sauce.